إخوتي وأخواتي، هذا القرار فعلاً بعبر عن هويتك، بعبر عن شخصيتك، بعبر عن ما أنت حقيقة وفعلاً. فالمسيح يضع أمامنا الباب والطريق والمصير أيضاً. بيتكلم عن بابين، باب واسع وباب ضيق. بيتكلم أنه أيضاً أمامنا طريقان، الطريق الرحب والطريق الضيق. ثم أحبائي تنتظرنا نهايتان، الهلاك أو الحياة، الحياة الأبدية طبعاً مقصود. وكأن المسيح عم يعني بيخدنك بصورة إنه نشوف المجتمعات وهي الناس عم بتصير. الباب الواسع اللي هو بيؤدي إلى الطريق الرحب هو مكان مزدحم جداً تعج بالجماهير الغفيرة، لأنه يمكن فيه شوية أشجار والطريق ممهدة، وبعدين في وسع، يعني واسع الأمر إنه الناس عم تمشي فيه بسهولة. وبصورنا كمان الباب الثاني، باب ضيق عم بيوخد مسالك يمكن متعرجة متعوجة وفيها طلعات وفيها صعوبات، لكن برضو في ناس قليلون عم بيمشوا في هذا الباب حتى يصلوا إلى الهدف وبيت القصيد اللي عم بينظروا لإله. أحبائي، في سياق الحديث الرب يتكلم عن الباب الواسع وبيحكي عن الأنبياء الكذبة وبيحكي عن الثمر، يعني من ثمارهم تعرفونهم. بيتكلم عن التعاليم الكاذبة المزيفة المضللة للناس وعن أي نوع من الثمر، وأنا عاوز أتكلم في هذا الموضوع، فابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.